هاي السلام عليكم. الطريقه ديال لا فيديو اليوم مختلفه على الطريقه اللي كنت كنصور بها قبل، وبالتالي انا بدلت، فحتى نتوما خاصكم تبدلوا. شنو غادي نتبدلوا؟ بغيتكم تخلقوا واحد العاده جديده، واللي هي توليو تفيقوا بكري. انا عارفكم كتفيقوا بكري، ولكن ماشي ديما، مره فوقيتة الامتحانات مثلا ملي تيقربوا لي زيكزام، ولا نهار ليكزام بدات كتفيق بكري وكتصلي وكتخرج تمشي دوز الامتحان. ولكن بعض المرات زيد المهم غادي نكمل لكم التسجيل من بعد، حيت ما نقدرش نصور في هذه الظروف هذه، حيت كاين صداع، وبالتالي نقدر نصور هكا ولكن ما غاديش يوصل لكم الصوت مزيان، حيت الصوت اهم من الصوره. وبالتالي سي يو افتر. بعد المرات نهار ليكزام كتدخل وانت تايق في راسك ومتوكل على الله، حيت درتي عليك قبل، خدمتي وجدتي مزيان، كنتي كتسول صحابك اللي مفهمتي شي حاجه، الاسئله اللي كيتعاودوا بزاف في التمارين كتعرف تجاوب عليهم. ولكن كتكون كتجاوب في ورقه الامتحان حتى كيوقع لك شي بلوك، شي حاجه اللي كنتي كتجاوب عليها قبل بالزربه وليتي كتجلس فيها وكتستعصى عليك وكتاخذ لك الوقت اكثر من اللازم، ولا تقدر تحس براسك دوزتي مزيان وعمرتي الورقه، وحتى نهار كتشوف النقطه ديالك وكتتفاجئ، وملي كتجي تقلب على السبب ما كتلقاهش. وهذه هي اصعب حاجه تقدر تطيح فيها، حيت انت وجدتي مزيان وخدمتي قبل ماشي موجدتيش. والسبب الرئيسي هنايا راه كاين في الوظيفه ديال الدماغ ديالك. ملي كنقولوا الدماغ كنهضروا على الصحه، ولا بغيتي تعرف صحتك شوف نعاسك كيف داير. انا نشرح لك، انت مولف كتصرح حتى الجوج والزياده، كتبقى تخدم ونهار الامتحان كتبغي تنعس بكري في 12 ولا قبل. اول حاجه ما كيديكش النعاس، حيت انت دماغك ولفتيه الصهير، وبالتالي نهار الاخر كتفيق مواخد ساعات النوم ديالك الكافيه ما بين 6 الى 7 السوايع، ودماغك كيتخربق ليه الفونكسيونمون ديالو، وبالتالي كيخونك لحظه الامتحان. علاش انا ما ناخذش العزيمه ونبدا نخلق في واحد العاده جديده، واللي هي نبدا نقص من الصهير بشويه ونولي نفيق بكري، واللي غادي تنفعك طوال حياتك. حيت الا وليتي كتنعس بكري مثلا في 12 ولا 11 ونص وكتفيق في 6 ولا 5 ونص، غادي يولي عندك واحد التوازن واعر في الحياه ديالك، واللي كيشمل لك ثلاثه ديال الحوايج اساسيه. اول حاجه لو فيت انك تفيق بكري كتستافد من اليوم ديالك اكثر من الناس الاخرين، وكدير فيه بزاف د الحوايج. ثاني حاجه الصحه ديالك كتبقى ديما مزيانه، وديجا في الصباح دماغك تيكون مرتاح، وبالتالي الخدمه في الصباح كتكون عندها واحد المردوديه واحد الانتاجيه زوينه، وكتكون ايضا حتى الفعاليه، حيت دماغك كيعطيك لو 100% ديالك. وثالث حاجه واللي هي نورمالمون خاصها تكون هي الاولى، كتادي الفريضه ديالك في الوقت، والصلاه في وقتها احسن من الدنيا وما فيها، واليوم ديالك كتخلق فيه البركه. وبالتالي شكون اللي حسن نسهر ونركز غير على الاهداف ديالي ونفرط في صحتي والهدف الذي من اجله خلقت، ولا نفيق بكري وناخذهم ثلاثه بغيتهم كاملين. بيان سيغ الفيق بكري عنده بزاف ديال الفوائد، وباش تولي تفيق بكري راه ماشي من السهل. ما تنساش اي حاجه كتبغي العزيمه والاراده، الفو بروندغ دو لينيسياتيف في الاول والصبر، ما تقلبوش على الحاجه السهله، حيت السهله راه كلشي كيديرها، وديك الحاجه اللي ما كيقدروش عليها الناس بزاف هي اللي غادا تميزك عليهم. يلا خذوا العزيمه وديروا الخطوه الاولى وسيروا تدريجيا حتى توصلوا للهدف ديالكم ان شاء الله، واللي هو تخلقوا هذه العاده الجديده اللي هي تولي تفيق بكري دائما، واللي غادا تبدل لكم حياتكم كليا، وغادي نشوفوا ان شاء الله. يلا بون كوراج لكم كاملين وربي المعين. Thank you.